بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته، أبارك لكم إطلالة ليلة القدر، ليلة ليس كمثلها ليلة، ليلة تعرج فيها الملائكة وتسبح فيها الخلائق برمتها، ليلة تفتح فيها أبواب الملكوت، ليلة تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والمغفرات على الذاكرين والذاكرات، على المصلين والمصليات. إنها ليلة من نعم الله تعالى على كل إنسان أن يوفقه لحضورها، فهنيئاً لكم وهنيئاً لنا جميعاً إذ وفقنا الله لإحياء هذه الليلة. عندما نقف في هذه الليلة في مقام الإحياء العبادي، فلا بد أن نعلم أن الزمان له قيمة، فإن كانت ليلة الجمعة هي سيدة ليالي الأسبوع، فإن ليلة القدر هي سيدة الليال على الإطلاق. العمل في ليلة القدر مضاعف، والثواب مضاعف، وكل ذكر بل كل عمل يحبه الله تعالى يكون مضاعف. تعالوا معي لنتأمل عظمة هذه الليلة التي نحن نقبل على إحيائها، فإن من عرف فضلها وعرف شرفها أعطاها حقها. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: إلهي، يخاطب الله تعالى: إلهي أريد قربك. قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. قال: إلهي أريد رحمتك. قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال: إلهي أريد الجواز على الصراط. قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد النجاة من النار. قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال: إلهي أريد رضاك. قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. إذن تأملوا عظمة هذه الليلة، فهي ليلة الرحمات والبركات والألطاف، والليلة التي يقرب الله تعالى فيها عباده إليه. فلا ينبغي أن نتوانى أو نتكاسل، فإنه زمن لا يعود في السنة إلا مرة واحدة. وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في بيان عظمة هذه الليلة أنه قال: تفتح أبواب السماء في ليلة القدر. وإذا عبرت الرواية بأن السماء تفتح، إشارة إلى أن الألطاف والبركات والرحمات تفاض على العباد فيضا. قال صلى الله عليه وآله: تفتح أبواب السماء في ليلة القدر، فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة، لو يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم قال: وبكل ركعة بيتا في الجنة من در وياقوت وزبرجد ولؤلؤ. ثم قال: وبكل آية تاجا من تيجان الجنة، وبكل تسبيحة طائرا من العجب، وبكل جلسة درجة من درجات الجنة،
وبكل تشهد غرفة من غرفات الجنة، وبكل تسليمة حلة من حلل الجنة. فإذا انفجر عمود الصبح أعطاه الله تعالى من الكواعب المؤلفات والجوار المهذبات والغلمان المخلدين والنجائب المطيرات والرياحين المعطرات والأنهار الجاريات والنعيم الراضيات والتحف والهديات والخلع والكرامات وما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. كل ذلك يكون ببركة ليلة القدر، فالمؤمن عليه أن يجد وأن يجتهد وأن يبادر وأن يتهيأ. والتهيؤ على نحوين، تهيؤ داخلي وتهيؤ خارجي. أما الخارجي فقلل الطعام وأرح بدنك نهارا لتقوى ليلا، وأما الداخلي فطهر قلبك وأخلص نيتك كما قال صلى الله عليه وآله: فاسألوا الله تعالى بنيات صادقة وقلوب طاهرة. فإذا ما اجتمعت تلك الشرائط فبسط العبد يده، فإن لطف الله تعالى عميم على المقربين وعلى المبعدين، على من أقبل على الله بقلبه. وإن كنت عاصيا وإن كنت بعيدا عن الله، فإن ليلة القدر هي ليلة العودة إليه، فلنسارع إلى الله ولا نقنط. فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذه ليلة الرحمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح منافذ قلوبنا على فيضه ورحماته وبركاته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان
الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن
فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت
ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون
وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم.
ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من شر نفسي ومن الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واجعلنا من خيار شيعتهم يا أرحم الراحمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث 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 صل على محمد وآله خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال
يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من تواضع كل شيء لعظمته، يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من ذل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشققت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع، يا رافع يا صانع، يا نافع يا سامع، يا جامع يا شافع، يا واسع يا موسع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب.
يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مؤنسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مقلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منور القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل، يا وكيل يا كفيل، يا دليل يا قبيل، يا مديل يا منيل، يا مقيل يا محيل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا عون المؤمنين، يا راحم المساكين، يا ملجأ العاصين، يا غافر المذنبين، يا مجيب دعوة المضطرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا الرأفة والمستعان، يا ذا العفو والغفران. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو رب كل شيء،
يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا فارج الهام، يا كاشف الغام، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي، يا غني يا ملي، يا حفي يا حفي يا رضي، يا زكي يا بدي، يا قوي يا ولي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح،
يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور، يا مقدر، يا مدبر، يا مطهر، يا منور، يا ميسر، يا مبشر، يا منذر، يا مقدم، يا مؤخر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا كريم. صل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا أحكم الحاكمين يا أعدل العادلين يا أصدق الصادقين يا أطهر الطاهرين يا أحسن الخالقين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أشفع الشافعين يا أكرم الأكرمين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز من لا حرز له يا غياث من لا غياث له يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرمه
يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد، يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا وارث، يا ضار يا نافع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الحق. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو في عهده وفيه، يا من هو في وفائه قويه، يا من هو في قوته عليه، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز،
عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إلي يا من كل شيء خائف من يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إلي يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من لا مفر إلا إلي يا من لا مفزع إلا إلي يا من لا مقصد إلا إلي يا من لا منجا إلا إلي يا من لا منجا منه إلا إلي يا من لا يرغب إلا إلي يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا علي يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر
يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من في البر والبحر سبيله يا من في الآفاق آياته يا من في الآيات برهانه يا من في الممات قدرته يا من في القبور عبرته يا من في القيامة ملكه يا من في الحساب هيبته يا من في الميزان قضاؤه يا من في الجنة ثوابه يا من في النار عقابه سبحانك يا لا إله إلا لا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من إليه يهرب الخائفون يا من إليه يفزع المذنبون يا من إليه يقصد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتحيرون يا من به يستأنس المريدون يا من به يفتخر المحبون يا من في عفوه يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا نصير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا أقرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أبصر من كل بصير يا أخبر من كل خبير يا أشرف من كل شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا
أجود من كل جود، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب، يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عد، يا من ذكره حل، يا من فضله عميم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل، يا مبدل يا مذلل، يا منزل يا منول، يا مفضل يا مجزل، يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسأل ولا يسأل، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يجير ولا يجار علي، يا من يقضي ولا يقضى علي، يا من يحكم ولا يحكم علي، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم كن لوليك
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا سرور العارفين، يا منى المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا لا يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب الصحاري والقفار، يا رب البراري والبحار، يا رب الليل والنهار، يا رب الإعلان والإسرار. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث،
خلصنا من النار يا رب. يا من نفد في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، إلى يا من لا تحصي العباد نعمها، يا من لا تبلغ الخلائق شكرها، يا من لا تدرك الأفهام جلالها، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاؤه، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهوى والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور، يا صبور يا شكور، يا رؤوف يا عطوف، يا مسؤول يا ودود، يا سبوح يا قدوس. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من في السماء عظمته، يا من في الأرض آياته، يا من في كل شيء دلائله، يا من في البحار عجائبه، يا من في الجبال خزائنه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من إليه يرجع الأمر كله، يا من أظهر في كل شيء لطفه، يا من أحسن كل شيء خلقه، يا من تصرف في الخلائق قدرته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا مجيب من لا مجيب له، يا شفيق من لا شفيق له، يا رفيق من لا رفيق له، يا مغيث من لا مغيث له، يا دليل من لا دليل له،
يا غني سمن لا غني سلا، يا راحم من لا راحم لا، يا صاحب من لا صاحب لا، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا كافيا من استكفى، يا هادي من استهدى، يا كالئ من استكلى، يا راعي من استرعى، يا شافي من استشفى، يا قاضي من استقضى، يا مغني من استغنى، يا موفي من استوفى، يا مقوي من استقوى، يا ولي من استولى، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامع، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يقلب الليل والنهار، يا من جعل الظلمات والأنوار، يا من خلق الظل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من قدر الخير والشر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من ليس له شريك في الملك، يا من لم يكن له ولي من الذل، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع ونين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يا من يقبل عذر التائبين، يا من لا يصلح عمل المفسدين، يا من لا يضيع أجر المحسنين، يا من لا يبعد عن قلوب العارفين، يا أجود الأجودين، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطاء، يا بديع السماء، يا
حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم السنا يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكناني يا من عزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من أنسني وأواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من يحق الحق بكلماته يا من يقبل التوبة عن عباده يا من يحول بين المرء وقلبه يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لقضائه يا من انقاد كل شيء لأمره يا من السماوات مطويات بيمينه يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من جعل الأرض مهادا يا من جعل الجبال أوتادا يا من جعل الشمس سراجا يا من جعل القمر نورا يا من جعل الليل لباسا يا من جعل النهار معاشا يا من جعل النوم سباتا يا من جعل السماء بناء يا من جعل الأشياء أزواجا يا من جعل النار مرصادا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك
باسمك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا حيان قبل كل حي يا حيان بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من له ذكر لا ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرى يا من له قضاء لا يرى يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا غاية الطالبين يا ظهر اللاجئين يا مدرك الهاربين يا من يحب الصابرين يا من يحب التوابين يا من يحب المتطهرين يا من يحب المحسنين يا من هو أعلم بالمهتدين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق يا حفيظ يا محيط يا مقيت يا مغيث يا معز يا مذل يا مبدئ يا معيد سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عين يا من هو
هو وتر بلا كيف، يا من هو قاض بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عز، يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناظرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه عموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من تبارك اسمه،
يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من العظمة بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين، يا مبين يا متين، يا مكين يا رشيد، يا حميد يا مجيد، يا شديد يا شهيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا العرش المجيد، يا ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد والوعيد، يا من هو الولي الحميد، يا من هو فعال لما يريد، يا من هو قريب غير بعيد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكسير، يا عصمة الخائف المستجير، يا من هو بعباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء قدير. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم، يا ملهم العرب والعجم، يا كاشف الضر والألم، يا عالم السر والهمم، يا رب البيت والحرم، يا من خلق الأشياء من العدم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا فاعل يا جاعل، يا قابل يا كامل، يا فاصل يا واصل، يا عادل يا غالب، يا طالب يا واهب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من أنعم بطوله، يا من أكرم بجوده، يا من جاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته،
يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دنا في علوه، يا من علا في دنوه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يا من يصور في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل الملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل الأرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء أمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا وتر، يا صمد يا سرمد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من علا فقهر، يا من ملك فقدر،
يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا رازق البشر، يا مقدر كل قدر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ، يا دارئ يا باذخ، يا فارج يا فاتح، يا كاشف يا ضامن، يا آمر يا ناهي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يخلق الخلق إلا هو، يا من لا يغفر الذنب إلا هو، يا من لا يتم النعمة إلا هو، يا من لا يقلب القلوب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا ينزل الغيث إلا هو، يا من لا يبسط الرزق إلا هو، يا من لا يحيي الموتى إلا هو. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا معين الضعفاء، يا صاحب الغرباء، يا ناصر الأولياء، يا قاهر الأعداء، يا رافع السماء، يا أنيس الأصفياء، يا حبيب الأتقياء، يا كنز الفقراء، يا إله الأغنياء، يا أكرم الكرماء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا كافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي، يا مغني يا مقني، يا مفني يا محيي، يا مرضي يا منجي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه،
يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدئ كل شيء ومعيده، يا منشئ كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومحوله، يا محيي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مؤنس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرغب، يا مقلب يا معقب، يا مرتب يا مخوف، يا محذر يا مذكر، يا مسخر يا مغير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من علمه سابق، يا من وعده صادق، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه كائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل،
يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا لا يحيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. دعاء فتح المصاحف. افتح المصحف الشريف، وضعه بين يديك، وقل معي هذا الدعاء الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار، أن تجعلني من عتقائك من النار. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني ووالدي ووالد والدي وإخواني وأخواتي وقراباتي وأصدقائي وجيراني وجميع المؤمنين والمؤمنات
وعلى الخصوص من سالنا الدعاء أن تجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا رحيم يا رحمن. بعد هذا الدعاء مباشرة اسألوا الله حوائجكم فإنها تقضى. العمل الآخر، ضع كتاب الله تبارك وتعالى على رأسك واقرأ هذا الدعاء المبارك، واعلم بأن على رأسك وعلى هامتك كتاب الله، والله يقول في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، فاعلم عظمة ما على هامتك من كتاب وأسماء وآيات، فالقرآن مظهر إعجاز الله تبارك وتعالى. ضع القرآن على رأسك في ليلة القدر، واعرف قيمة ما على رأسك، وسل الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء النورية 10 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك من. ثم تقول 10 مرات: بك يا الله، 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 بمحمد، 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 بعلي، 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 بفاطمة، 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 بفاطمة،
بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي بن الحسين 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 بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بمحمد بن علي 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 بعلي بن محمد 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 بالحسن بن علي بالحسن بن علي بالحسن بن علي
بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحجة 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 عليهم السلام جميعا بصوت واحد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ابسطوا أيديكم بالدعاء اللهم يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله يا كريم اسألوا الله حوائجكم فإنها تقضى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني
فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فكن لي. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والأرض والسماء يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا الله يا بديع يا الله يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي
مع الشهداء وإحساني في علين وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام وصل يا رب على محمد وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري في ذخيرتي ودنياي أبا الحسنين الإمام علي بن أبي طالب زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخواني وجيراني وأصدقائي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص عن سيدي صاحب العصر والزمان طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة عند نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك
مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعة وأعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فازعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل من استقالك مقالة وأعمال العاملين لديك محفوظة وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك موفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظما ومناهل الظما مترعى. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي ذخري ودخيرتي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين زيارة مني ونيابة عن والدي وإخوتي وأصدقائي وجيراني قربة طاعة إلى الله تعالى.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية يا قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا،
ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب آثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم
أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله
آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ثم تسجد وتقول: اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اجياتك تكتب قصيدة والقلب مكسور، من شلت القلم دمعات بعيوني، اجا وقت الزيارة واسمي مو مكتوب، معقول الأحب هم ما يريدوني. أنا الخادم الخدامك يا أبو الأحرار، يعني ويا الخدم لازم تكتبوني، مو منا ومن هل منا لك مولاي، خدمتكم شرف وعليها ربوني. بس اتعودت كل مرة يا مولاي ما أطلب طلب بالحال تمطوني، ما تقصى الظروف ما تزيد أهوال، ما زاد الذبح ما يمنعوني، أبجي من اسمع الملا جليلي يصيح يا زوار الحسين وياكم اخذوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا الآن بنصلي صلاة ليلة القدر. طبعا صلاة ليلة القدر لها عدة
يعني أصناف وأنواع يمكن أن يأتي. إحنا بنأتي الآن بالصلاة فقط الركعتين، يمكن أن يصليها الآن أحد الأشخاص أو أحد المؤمنين أو بعض المؤمنين يصلونها في منزل لمدة هي 100 ركعة، في صلاة 100 ركعة اللي بنصليها الآن هي صلاة ركعتين فقط. صلاة ركعتين نقرأ في النية، نقول صلي صلاة ليلة القدر قربة إلى الله تعالى، بعدين نقرأ الحمد وسبع مرات قل هو الله أحد، ثم على ذلك نركع ونسجد السجدتين ونقوم نفعل كما فعلنا أيضا في الركعة الأولى، نقرأ الحمد وسبع مرات قل هو الله أحد سورة التوحيد، ثم بعد ذلك نقنت ونركع أيضا ونسجد السجدتين ونتشهد ونسلم، وبعد الفراغ من السلام مباشرة نقول أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة. من يفعل ذلك في هاتين الركعتين ليلة القدر كما ورد في الخبر غفر الله له ولأبويه. والآن إن شاء الله بنبدأ الصلاة. النية طبعا قلبية، غير أنفع نقول أصلي صلاة ليلة القدر قربة إلى الله تعالى، الله أكبر في القلب طبعا هذه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية، سبحان من تفرد بالوحدانية. سبحانك اللهم وبحمدك، اغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أنت، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أستغفر الله وأتوب إليه. 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 أستغفر الله وأتوب إليه.
أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله وأتوب إليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.